قلت لك معاك 5 جنيه وتجيب بيهم حاجة تاكلها مثلا، وقلت لك هات أكل صحي، أول حاجة هنفكر فيها نجيب حاجة من البطاطس المعلبة أو البسكويت مثلا أو مخبوزات أو خلافه، وتبقى حاجة صغيرة. لكن صفحة وقتنا عملت تحدي حلو جدا وبتقول لك وهو عجبني بصراحة، أكل صحي ب5 جنيه. عايز تعرف تفاصيل أكتر ادخل حالا على صفحة وقتنا على فيسبوك، الصفحة اسمها وقتنا باللغة العربية، اكتب وقتنا أو بالفرنك عرب اكتب العربي وقتنا، هتطلع لك الصفحة وشوف ايه فكرة التحدي علشان تشارك فيه وتكون معانا هنا كمان انت في برنامج صباحك ومطرحك لو كنت سعيد الحظ، وندردش معاك ونعرف عملت ايه في التحدي. ادخلوا صفحة وقتنا وشاركوا بالافكار واستفيدوا كمان من الافكار الموجودة للاكلات الصحية، اكلة صحية ب5 جنيه، واعرف ايه موضوع كيس الخلاصة والساندويتش الاختراع. ايه كيس الخلاصة ده؟ هنعرفه لما ندخل صفحة وقتنا على فيسبوك. كمان صفحة وقتنا علشان تبقى عارف هي صفحة بتهم الأسرة كلها، وأنا برشحها لكم جدا لأنها بتهتم بالأب والأم والأطفال، ما فيهاش حاجة تقلق على أولادك لو تصفحوا فيها، بالعكس ده فيها نوع من التفاعل وبتجمع الأسرة كلها وتقدروا تعملوا ألعاب وتحديات مع بعض من خلال مشاركتكم مع بعض على صفحة وقتنا. وقتنا النهاردة بتقول لنا 5 خطوات لمساعدة الأطفال في حل خلافاتهم مع بعض. حددوا المشكلة بوضوح، فكروا مع بعض في الحلول الممكنة، اتكلموا مع الولاد عن كل حل من الحلول وشوفوا أراءهم إيه، مرتاحين للحل ده ولا نشوف حل غيره، اختاروا مع بعض الحل الأفضل وجربوه، تابعوا الموضوع معاهم وشوفوا هل الحل ده نجح ولا لأ.